بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نتجاوز إن شاء الله رضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على اختبار من اختبارات المعامل المهمة جدا، وهي من الاختبارات اللي هي خاصة بالطلاب. الاختبار النهارده ان شاء الله اختبار هو هعرف ازاي اليونت ويت او الوزن الحجمي بالنسبه للتربه اللي موجوده قدامي. واحنا قبل كده في فيديوهات قبل كده قلت ان اي عين تربه توصل المعمل لازم الراجل بتاع المعمل يعملها كتير مهمين جدا حتى لو ما طلبوش، وهم تدرج الحبيبي، والحاجه الثانيه المنشط كونتنت او محتوى الميه بتاع عين التربه. احنا عشان نجيب المحتوى عشان نجيب الوزن الحجمي للتربه هطبق مواصفه كويسه جدا، وهي طبق المواصفه الامريكيه ASTM C914. المواصفه ديت بتحتاج بتقول ان انا عشان اجيب الوزن الحجمي للتربه اللي قدامي ديت هستعمل حاجه داخل عليا، وهي الشمع اللي بيقول عليها الووكس. فهعمله ازاي الاختبار دوت؟ قبل ما ابدا فيه انا عايز اقول برضو ان في بعض الناس يجي يعمل يونت ويت او وزن الحجم بالنسبه للركام بالنسبه للتربه بيستعمل المخبار ويحط فيه كميه ميه، وبعدين يحط العينه فيه، وبعدين يشوف الحجم ازاي ويقسم الوزن على الحجم يديله كثافه 3. دي طريقه كويسه، ولكن احنا بندور على حته ان الاختبار يكون دقيق. الاختبار اللي انا بعمله دوت لازم يكون العينه جافه. فانا هعمل ان شاء الله الاختبار كده مع بعض، وبدايته لغايه نهايه ان شاء الله من حسابات، بس ايه نركز مع بعض فيها دي. لا اقرا كده، مثلا دي مثلا عينه تربه جايه لي مثلا زي ما احنا قلنا كده، طبعا حافظها في الكيس الراجل على اساس ان هي تحتفظ بالرطوبه بتاعتها عشان الميه ما تغرقش. هو الراجل بتاع المعمل هيخلط العينه بالشكل ده، هي عينه التربه اهي. وبعدين عشان يعمل الاختبار لازم هيبتدي يمسك سكينه او اي حاجه ويبتدي يسوي العينه وياخد مقاس او ياخد كتله متجانسه مع بعضها. بس قبل ما يجي يشتغل فيها ياخد منها جزء ويبتدي يعمل لها المنشر كونتنت. احنا طبعا عشان الوقت والمنشر كونتنت ما نوقفش الفيديو ونوقف كتير، انا هطبق الاختبار دوت على حته صخر. حته الحجر بمعنى اصح، لان الحجر طبعا ده يعتبر من الحاجات الخاصه بالتربه، واحنا قلنا ان التربه بتبدا عندك من عند منخ 20 سم لغايه ما هو بوينت 0.2 ميكرو، عايزين ناخد بالنا. فانا هعمل اجيب الاختبار دوت وهعمله على عينه صخر. هعمل بس عينه الصخر بالشكل ده اهيت. العينه دي احنا مجففينها، والعينه خلاص جافه خالص ما فيهاش اي رطوبه، وهبتدي اعمل عليها الاختبار. طب العموم دلوقتي عشان ايه الاختبار اللي نبدا فيه، الاختبار انا هعمله ازاي؟ انا هعمل الاختبار ازاي؟ هاخد العينه زي ما هي جافه خالص، واخد اول وزنه اوزنها وزنه في الهواء على الميزان، يبقى دي اول وزنه، اوزن العينه جافه، دي اول وزنه. الوزنه الثانيه ان العينه هبتدي ادهنها كلها بماده الووكس ديت اللي هو الشمع اللي هنشوفه مع بعض، يبقى دي وهوزنها على الميزان، يبقى دي تاني وزنه، ناخد بالنا من الحاجات دي، دي تاني وزنه. الوزنه الثالثه ان هاخد الحجر دوت وهو عليه الشمع ده كله متغلف، وهروح اوزنه جوه الميه، يبقى انا كده عندي ثلاث وزنات، وزنه في الهواء من غير شمع، وزنه في الهواء بالشمع، وزنه بالشمع في الميه، دول الثلاث اوزان بس اللي هحصل عليهم. هعمل الاختبار ازاي تاني؟ انا عملت الثلاث حاجات دي كلها، هجيب ماده الشمع اللي هي دوت ده، ممكن تجيب الشمع ده، هجيب الشمع دوت وهقطعه حتت وهسيحه في اي حاجه بحيث هيسيحه يبقى عامل زي الميه. بس هعمل حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اجيب كثافه الشمع، لازم اجيب كثافه الشمع المره الثالثه، لازم اجيب كثافه الشمع. وبرده في المناسبه دي انا هجيب برده كثافه الشمع، وهنشوف هنجيبها ازاي. هجيب انا الشمع وهسيح دلوقتي في على السخان وكده، يكون برده نجيب هنا كده شغل الكهرباء.
واحط وابتدي اكسر من الشمع حتت واحط واسيح فيه. هحط بين حته كده احطها فيه. ممكن تاخد فيديو دلوقتي لغايه ما الشمع يسيح. كده تقريبا كده الشمع اهو ساح خالص اهوت. ساح خالص. طبعا ناخد بالنا عشان ده ايه ما يعورش حد او الشمع ساح. طب قبل ما اشتغل كل حاجه انا هعمل كثافه للشمع. لازم اجيب كثافته. واحنا عارفين الكثافه بتيجي نتيجه وزن على حجمه. انا هستعمل العلبه الصغيره ديت. العلبه الصغيره دي عارف حجمها عيسو وده حجمها 85 سم. فانا هملاها من الشمع واسيبها تبرد وبعد كده هوزنها وبعد ما هوزنها هقدر اعرف الحجم بتاعها. فانا هوزنها فاضي الاول واسجل الوزن بتاعها. بكده وزن العلبة فاضية وابتدي اعبيها شمع. بس اخد بالي عشان الشمع يسخن شوية بحيث ايه ما اي حد يشتغل لازم يكون حريص على قد ما يقدر. هو طبعا هياخد شوية وقت وبعدين هيجف خالص. وبعد ما يجف خالص هوزنه واطلع الكثافة بتاعته اللي هي هتهمني في الشغل جدا. بس كده انا مليت العلبه وهسيبها لغايه ما تبرد وبعد كده هوزنها وهطرح منها وزن العلبه فاضيه وهقسم الوزن على الحجم المعلوم اللي عندي اللي هو 85 سم. انا هشيل دي واركنها في اي جنب دلوقتي. ممكن تجيب شكل الشمع كده لو حد عايز يشوف. طيب هبدا بقى في الاختبار دلوقتي. مش انا هو سايح قدامي. اول خطوه هعملها احنا قلنا عليها واحده واحده. هوزن وزن الحجر جاف نت. ادي وزن الحجر. وزن الحجر في الهواء اهو 2177 كده. وزن الحجر في الهواء. هبتدي بقى اسقط دي جوه الشمع واسقطها اكتر من مره على اساس ان كل الفتحات تتقفل عندي بالشمع البرافين دوت اللي هو الوكس ده على اساس اضمن ان مفيش اي ميه هتخش جوه الحبيبات. يا ريت برضه نركز مع بعض. اهم حاجه ان اتاكد ان كل المسامير اتقفلت. فهعملها دلوقتي بس برضه لازم يكون الواحد حريص. احط بقى العين دلوقتي دلوقتي حته في الشمع انه زي ما يكون بيطبخ يعني. اتاكد ان مفيش اي حاجه معموله خالص فيها اي مساميه. يعني كل المسامير مقفوله بمعنى اصح. لان النوت ويت بتوقع بيتاثر وبيبقى النتيجه مؤثره في حاله لما يكون في مساميه عاليه او في فتحات. فالنوت ويت بتكون بتاثر جدا. فاحنا دلوقتي بنحاول نتحرى ان ما يكونش في اي خطا ان شاء الله. هبتدي بقى اشيلها. يا ريت ترجع ورا عشان مش حاجه تيجي عليك. ممكن توقف الفيديو لغايه ما اطلعها عشان كده. احنا العينه خلاص انا لفتها واتاكدت ما فيهاش اي مسامير خالص. ممكن تقرب الكاميرا عليها تجيبها برده لما ابعد بس الشمع دوت بعيد عن عننا عشان ما نتعورش ولا حاجه. ادي العينه. يبقى انا كده خدت اول وزنه. نتذكر خدت اول وزنه في الهواء. دلوقتي انا هاخد تاني وزنه اللي هي برضو على الميزان او في الهواء بالشمع. بدي تاني وزنه. اخدها بقى اوزنها برد كده شويه و اسجلها. اسجل الوزن بتاعها وهي كام؟ 2216 ونص. يبقى ديت الوزنه الثانيه بالنسبه لحته الحجر او حته التربه او حته السوري اللي انا شغال بيها. في ناس عندي وزنه هي الوزنه الثالثه اللي انا هوزنها في الميه. هنعملها مع بعض. بس قبل ما نطلع بره ونصور الحته الجزئيه ديت في حاجه عملناها في الاول لازم نخلصها وهي ان انا اجيب كثافه الشمع اللي هتحتاج لانها هحتاجها جدا في الحسابات. عيش بقى عينه كتير اهي. لو الشمع نشف اهو هبتدي
اوزنها واسجل الوزن بتاعها. انا كده عندي وزن الشمع وعندي وزن العلبه فاضيه، هطرحهم، اطرح وزن العلبه فاضيه من وزن الشمع بالعلبه هيديني وزن الشمع صافي. هقسم طبعا الناس كلها عارفه، هقسم وزن الشمع على الحجم اللي عندي اللي هو 25 سم هيديني الكثافه، واحنا هنحسبها مع بعض ان شاء الله. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا الجزئيه اللي جوه العملي بالنسبه للشغل، فاضل جزئيه واحده منها هاخد العينه واروح اوزنها في الدنيا. دي المرحله الثالثه اللي انا هوزن فيها العينه الشمع في الميه، هنوزنها مع بعض ازاي؟ دي ندخلها في السله واتاكد ان عينه الحجر كلها ساقطه جوه الميه ومش ملمسه اي حاجه، وانا عندي الميزان طبعا متصفر. ابتدي اسقط دي كده بالراحه كده واسيبها تثبت، اهي مش لامسه اي حاجه والميه مرتفعه فوق العينه، اهي مسافه زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى اخد الوزن، اخد الوزنه اللي على الميزان عامله عندي كام؟ عامله 1341 ونص. هسجل الوزنه. انا اي وزنه كده 341 ونص وهسجلها، يبقى انا كده دي الوزنه الثالثه. يبقى انا عندي ثلاث وزنات، وزنه العينه جافه فوق الميزان، وزن العينه بالشمع فوق الميزان، والوزنه الثالثه العينه بالشمع في الميه اللي احنا شفناها دلوقتي مع بعض. هنروح دلوقتي بنحسب العينه ونشوف النتيجه هنجيبها ازاي. زي ما اتعودنا مع بعض في كل حلقه بنعملها على اي اختبار من الاختبارات ايا كان نوعها، احنا بنجيب الورق او الموصفة اللي احنا بنتكلم من خلالها. وانا قلت في بدايه الحلقه ديت او الجزء دوت انا بتكلم من خلال الكود الامريكي ASTM C914. ادي العنوان الواضح هو بالك دنستي اند فوليوم، يعني هنجيب الكثافه والحجم بتاع العينه باي ووكس اللي هو الشمع. ادي المواصفه اهيت، ولو في اي حد برضو من الاخوه محتاج المواصفه ديت مفيش اي مشكله، نتواصل مع بعض وانا تحت امره. المواصفه هنا برضو موضحه لنا الابارتس او الاجهزه اللي احنا هنستعملها واحنا شغالين. طبعا اعتقد ان الحاجات المذكوره في المواصفه هي نفس اللي احنا اشتغلنا عليها، وبرده بيوصف العينه اللي احنا هنشتغل عليها برده هنا. هو ادي السامبلنج اهيت، ان العينه تكون ممثله للعينه الماتيريال اللي انا بختبره. ناخد بالنا برده من دي يا جماعه، ما تبقاش اي عينه وخلاص، يعني تبقى عينه ممثله ومتاخده بالطريقه الصح. وهنا البروسيدور او طريقه اجراء الاختبار ازاي، انت برده حضرتك تقرا الطريقه ديت، ولو كان في اي اختلاف احنا عملناه برده لازم انت حضرتك تحترم المواصفة. يعني كلامنا برضو احنا كلامنا اجتهاد، احنا بنقول بنطبق المكتوب، احنا يعني ما بنختلاش طرق. احنا ليس الجهة ان احنا او ان انا شخص مثلا مؤهل ان انا اخترع طريقة، لا احنا بنطبق طريقة موجودة في غيرنا، الاف الاشخاص الفنيين ما شاء الله احسن مننا بكتير، بيعملوا احسن مننا، لكن برضو انا عايز اوصلها برضو للشخص الفني اللي هو عايز يعرف. ادي هي الجزئية اللي بتتكلم على تحديد كثافة الشمع تعملها ازاي، واتمنى انك انت تتابع الطريقه اللي انا عملتها في الفيديو. وطبعا الجزء الاخير طبعا اللي هو الحساب، وادي وطبعا طريقه الحسابات احنا قلنا هنعمل لها جزء لوحدها ان شاء الله، وهنحاول نوضحها على قد ما نقدر. واتمنى برضو للمره الاخيره والمره الالف ان احنا نرجع للمواصفه، لان المواصفه هي اللي بتتكلم الكلام الصح. شفنا احنا كده مع بعض دلوقتي الاختبار عملي، عملناه مع بعض وجبنا الاوزان، وشفنا كمان المواصفه اللي بتتكلم في عن الموضوع دوت، وهي المواصفه الامريكيه ل ASTM C914. برضو ارجو من الاخوه الفنيين هم يرجعوا للمواصفه دي برضو، عشان لو كانت في حاجه احنا ما قلناهاش او ما عرفناش نوضحها، لو كنا قلناها ما عرفناش نوضحها، برضو الورق هو المرجع اللي ياكد المعلومه دي. هعمل جزء تاني ان شاء الله كده صغير برضو نعمل فيه الحسابات، عشان الحسابات هتبقى ايه
نعرف نوضحها مع بعض ونقدر نوصل معلومه كامله، فاعملها في جزء لوحدها لان في ناس بتشتكي من طول الفيديو، بس انا بحاول ان انا اكون واضح على قد ما اقدر، على يعني زي ما الناس علمونا بحاول اقولها للاخوه الفنيين، اقول المعلومه كامله ليهم. كمان في حاجه عايز اقولها مهمه قوي، تحت الفيديو في رابط هتخش عليه حضرتك، هتحمل الفورمه. انا عامل الفورمه اكسل كده اهوت على شيت اكسل، احنا بنقول عليها فورمه نشطه، انك انت حضرتك هتدخل فيها بس الارقام، هتحسب لك النتيجه، يعني تحط وزن الحجر، وزن الحجر في الميه، وزن الحجر في الهواء، وهكذا، وهتطلع النتيجه على طول ان شاء الله. ده عايز ياخد الفورمه ديت، بدل ما يتعب نفسه يعمل فورمه هيلاقي الفورمه موجوده تحت، بس انا شايل اللوكيشن بتاع اسم المشروع، وانت تحط البيانات بتاعتك، وانا ان شاء الله لما نيجي في الجزء بتاع الحسابات هجيب الفورمه دي واوضحها على الشاشه، ونقول للناس هتدخل ازاي الداتا مع بعض. برضه بفكر برضه احنا الحاجات اللي احنا قدرنا نوصل لها من طريقه الاختبار عملي هما ثلاث حاجات بس لازم نركز عليهم عشان هنحتاجهم ان شاء الله لما نيجي نعمل حسابات، وهي وزن العينه على الميزان في الهواء، وزن العينه بالشمع على الميزان، وزن العينه بالشمع جوه الميه، بالاضافه ان انت لازم تحط في الاعتبار انك انت لازم تحدد كثافه بتاعه الشمع اللي انت شغال بيه، لان ده طبعا عشان تطلع وزنه من الوزن الكامل حقه. بالاضافه انك انت وانت بتحط الشمع على الحجر بتغمره، يعني بتدهنه بالحجر، ما يكونش فيه اي فقاقيع هواء بين الحجر وبين الشمع. بالاضافه لو كانت في اي حاجه فتحات صغيره انت تقفلها باي حاجه وليكن طين الصلصال تقفلها، لكن لو كانت حته واقعه من الحجر نفسه سيبها زي ما هي لان دي جزء من الحجر. دي كانت فكره بسيطه عن طريقه عمل الاختبار عملي، انا بقول عملي مش حسابي، عملي، واتمنى ان انا اكون وفقت في الشرح دوت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات العاصمة والتربة، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.